في أسبوع واحد أطلق الرئيس الإيراني تهديدات هي الأخطر والأكثر حدة. جدد تهديده بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره ثلث الصادرات النفطية إلى دول العالم. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. وهدد بإغراق العالم بالمخدرات واللاجئين والإرهاب. شما نخواهید توانست از زیر آوار مواد مخدر پناهجویان بمب‌ها و ترورها. التهديدات الإيرانية أطلقت استنفارا في المنطقة والعالم، فالإرهاب الإيراني لم يعد موجها للشرق الأوسط فقط، بل أصبح يستهدف الأمن العالمي. واشنطن حركت أقوى أسلحتها إلى مياه الخليج العربية، حاملة الطائرات جون سي ستينس الأكبر في العالم والتي تعمل بالمحركات النووية. حاملة الطائرات الأمريكية لن تأتي وحدها، بل ترافقها قوات بحرية ضاربة تشمل سفنا هجومية، وعلى متنها عشرات من مقاتلات F-35 وآلاف الجنود. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن وجود حاملة الطائرات سيردع أي نشاط معاد في المنطقة. ومنذ فرض الحزمة الأقوى من العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي، أكدت واشنطن عزمها التصدي للتهديدات الإرهابية الإيرانية التي تستهدف المنطقة والعالم. We are leading our allies to constrain Iran's revolutionary ambitions and end Iran's campaigns of global terrorism. We need to continue to develop a coalition which will achieve that outcome, which will keep people in the Middle East and Europe and the entire world safe from the threat from Iran.